مريم هلالي ملكة جمال طنجة 2022 عارضة أزياء وخريجة المعهد العالي للصحافة والإعلام. أكيد كان لي شرف بأنني نحصل على لقب ملكة جمال طنجة 2022 وكنشكر كاع الناس اللي عاونوني باش نكون ملكة جمال طنجة 2022. كانوا صعوبات في الأول حيث كنت في الأول عارضة أزياء، كنت كنتلاقى مع ناس كيقترحوا عليا عدة أشياء منها مسابقات الجمال، كنت متردة في الأول. من بعد جاتني فرصة بأنني نخدم مع بعض الأساتذة اللي ما غاديش نذكر الاسم ديالهم اللي فتحوا لي الباب، كنشكرهم من هنا. تعلمت معهم، علموني شوية بشوية، بدأوا معايا من أزيرو وتدابا مازال كنتعلم. دزنا من لو كاستينغ، برومي كاستينغ، من بعد دومي فينال، من بعد لو فينال، وتوجت كملكة جمال طنجة 2022. كانوا معنا 12 ديال لي كونديدا كلها من جميع المدن، وتوجوا في الاخر 3. بالنسبه للطموح ديالي او شنو هما الاشياء اللي بغيت نحقق من بعد ما خديت اللقب، وان شاء الله غادي نكون سفيره المغرب في الدول الاخرى، وغادي نمثل المراه احسن تمثيل، كنوعدكم ان شاء الله باذن الله. قلت علاش لا، ما غاديش نصاوب اول مدرسه لتدريب العارضات في المغرب اللي غتكون في مدينه الرباط. دونك مرحبا بكم بالنسبه لكاع الناس وكاع البنات اللي باغين يدخلوا في الدومين. كان عندي شك بانني غادي نكون اكيد هذا ما كيتسماش غرور، ولكن ثقه في النفس وثقه في المؤهلات اللي عندي، حيث كنت من الاوائل اللي جاوبوا على الاسئله الثقافيه، من الاوائل اللي كيتكلموا لغات، من الاوائل اللي عندهم شروط مثل الطول. ما غاديش ندوي لكم على الجمال، من الجمال كيلعب دور كبير. دونك كنت متاكده باني غادي نكون ملكه جمال طنجه 2022. كنتكلم اللغه العربيه، لغه الضاد، كنكتب مقالات باللغه العربيه، كنتكلم اللغه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه. بالنسبه للاجواء كانت جد رائعه، كيف ما قلت لكم دزنا من البرومي كاستينغ، من الدومي فينال، من لو فينال. المسابقه خدات شي 8 شهور، وقيله بديناها في شهر 2، في شهر 3 عفوا. وما نكذبش عليكم، كنت كنمشي كنجي عندي ملي كيعيطوا ليا كنطلع عندهم في اي وقيته كيبغوني، كنهضر عندهم، معلم بانك انا بعيده على المدينه فين كانت المسابقه. يعني عطيت انا مجهود، واللي كيعطي مجهود ما كيلقى النتيجه. اكيد المسابقه كانت في المغرب كامله، كانت جوله في المغرب كامله، وفيما كانوا كيمشيو كنتبعهم. دونك النصيحه ديالي للبنات اللي باغين يدخلوا في الدومين، كنقول لكم اول حاجه كملوا قرايتكم، لان لما كنتوش قاريين انا اكيد وكنأكد لكم بان ما غاديش توصلوا، لان الدومين كيعتمد، واخا يكون كيعتمد على الجمال ولا الطول، كيعتمد اكثر على الثقافه ولا القرايه والوعي ديالك، نسبه الوعي ديالك. ثاني حاجه كنصحكم بانكم تكونوا ثيقين في راسكم، لان الثقه هي 90% من النجاح. دربوا ما بينكم وبين راسكم، كيفاش تهضروا مع الناس، كيفاش تهضروا مع لي جوغي، كيفاش تقدموا راسكم، كيفاش تمشاو. ما عجبكم شي حاجه في راسكم بدلوها، علاش لا. حاولوا ديروا التغيير، تمتعوا بالانوثه ديالكم، لانكم في الاخير كتبقاو انثى. يعني واخا ما تكونيش عارضة أزياء ولا ملكة جمال، فأنت جميلة وأنت ملكة بأخلاقك، ملكة بثقافتك، ملكة بكونك مغربية، ملكة بأفكارك، ملكة بمبادئك، بحدودك للحياة، ملكة في تعاملك. يعني لازم تهتمي براسك بكونك ملكة أو إنسانة عادية. أكيد كان هذا الفوز ديالي للأم ديالي والأب ديالي اللي سهروا عليا، و هما السبب باش وصلت. اكيد شجعوني، كان هدي الفوز ديالي الاخت ديالي فاطمه الزهراء اللي كانت معايا من الاوائل وكانت ثقه فيا بانني غادي نوصل. كان هدي الفوز ديالي لواحد الناس اللي معايا دابا نيت،
الاستاذ حميد والاخت نور اللي كيديبلاصو معايا من مدينه لمدينه وكيخدموا معايا وكيحبوني بدون مقابل. وكنهدي الفوز ديالي للطنجاويات كاملين، هاد الوشاح ديالكم وهاد التاج ديالكم والفوز ديالي فوزكم. وكنشكر والله ينصر لينا محمد السادس والله يعطيه صحيحته والله يشافيه، فهو راعي الفنانة والفنانين في المغرب. كنشكره بزاف لأن عطينا الأمان. شكرا.